مرحبا جميعا. أول ما وصلت تعرفت على حرفي كفاح. حرفي كفاح وآخر خيمة للي ما بيعرفوا هو كندرجي. أول ما جيت على بنت جبال سمعت إنه هوية بنت جبال مرتبطة كانت بصناعة الأحذية، وإنه الأحذية الدكتور بيعرف كان يخبرنا هي جزء أساسي من هيدي الهوية. اليوم لما التقيت بكفاح، كفاح قال لي صار له فترة إذا مش سنتين بلا شغل. كفاح بلا شغل وهيدي هوية بنت جبال، هيدي مش خبر عادي، هيدي معناتها، وطبعا عم بعطي كفاح كمثل عن لبنان كله، هيدي معناتها مدننا وقرانا وبلدنا عنده مشكلة كبيرة، مش مشكلة اقتصادية فقط، أكيد مشكلة، ولكن مشكلة هوية. عم نفقد تراثنا، عم نفقد هويتنا، عم نفرض مين نحن. طبعا جبران خليل جبران بنرددها كثير هيدي الكلمة، ولكن حقيقة ما عم نطبقها. وبوقت يقول ويل لأمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تنسج. بكمل. اليوم سألناه كمان لكفاح انه شو المشكل الاساسي تبعك؟ ليه اليوم انت لليوم مش ماشي الحال؟ بجاوب ببساطه. اول شيء لتعرفوا صناعه الاحذيه للي ما بيعرف، نحن لنقول جلد البقر بناخده، هيدا الجلد بناخده على دباغه بنطبعه، بنجيب مصمم ديزاينر هو سميه موديلست، بيعمل موديل، لاحظوا كم حدا عم يشتغل. بعدين بنجيب حدا بيعملنا الآلة، بعدين بيجي حدا بيطرز حسب شو ما نحطه، إذا جلد أو شموا أو بحدا بيطرزه، بعدين بيلبسه، بعدين بيجي الكندرجي عفواً بيضبطه، بعدين بيجي حدا بيعمل الفينيشن. لاحظوا هالسايكل، هذه السايكل كلها، يعني دورة الحياة اللي بتشغل العديد من الأشخاص ماتت. ولما تسألوا لكفاح بجاوب ببساطة، لما هجمين علينا البضائع الأجنبية وبتصير إغراق للسوق المحلية وبصير نحن نروح للأرخص، بس مش الكواليتي، يعني مش النوعية، لأن قوة الحرف لأنها شغل إيه؟ هي نوعية عالية وهي فرادتها، لأنه اليوم الحرفة أنا لما ألبس شيء عم بلبس شيء نوعيته كثير مهمة ما بينخزي بعد كم يوم. هذا بتذكرني بنكتي لبي، كان أول ما نزل الصباط هذا الصيني نسيت شو اسمه، أبيض وأسود، كان ماشي يلبسه كل 10 ايام او شهر يخزه، اللي مش معقول شو بتخزق صبابيط. او هلا صرت اعرف جاوبه لانك كنت عم تجيب لي صباط صيني، يعني سوري عفوا انا بعتذر من الصين. فبالوقت اللي هي ببساطه وبالوقت اللي انت يمكن تاخذ صباط ولكن صناعه حرفيه، هذا نوعيته افضل ممكن ضاين سنه واكثر. وهيدا بتعرفوا جدودنا اللي كنا، انا بذكر ستي لما كانت تعمل لي الصوف التيشيرت الصوف، ماشي نزهق منها بعد 3 سنين ترجع تكرها وترجع تعملها بموديل ثاني. هالقد بضاين خزانه ستي الخشب بعدها لليوم، من فتره جبنا خزانه او كنبايه من محل احلى محل، بيطلع بعد كم شهر بيروح لونه وبتتكسر. اذا لما نحكي عن حرف عم نحكي عن صناعات احترافيه، صناعات الجوده تبعها عاليه. وحده ثاني شيء، مشكله دي بشوف حدا لابس مثلها يكون عندها فراده، ويمكن نفكر بتكلف اكثر، بس اذا بنشوف قد ايه عم نحط على الاشياء اللي عم تنتزع دغري بنعرف انه هي لا بتكلف اقل. عم بعطي هالمثل لأقول طيب شو الحل؟ حل بسيط لكم، ابسط حل هو انه ببساطه كل هالبضائع اللي جاي من برا اللي في شيء بيشبهها جوا، واحد من الحلول على لسان كفاح انه مشي بمنع او بعلي الضرائب لتصير غاليه جدا وما تنافس وتكسر هالصناعه المحليه. هيدا على كل حرفه بلبنان. في حدا بيشتغل نسيج، نحن بنستورد النسيج والصوف تبع الماعز عفوا تبع الخواريف عم تنكب الارض. طب ليه؟ لانه المعمل اللي بنظف الصوف كمان سكر الى اخره. فينا نكمل بالحرف حرف حرف.
من هون خلينا نقول المشكلة بلبنان حرفتنا الحرف تبعنا لا عندهم لا حماية اقتصادية ولا حماية اجتماعية ولا حماية ثقافية. لما أقول ما في حماية اقتصادية تخيلوا الحرفة ما بيقدر يحط ميد إن لبنان صنع في لبنان يعني ما بيقدر يصنع ما بيقدر يصدر. تخيلوا المنافسة الأجنبية وإغلاق السوق اللي عم بيصير هيدا عم بحكي عن حماية اقتصادية. لما أقول ما في حماية اجتماعية الحرفي مش مؤسسة هو فرد اسمه حرفي بلا ما يكون عنده حق بالضمان الصحي والاجتماعي ما عنده حق مش معترف فيه. وثالث وحدة الحماية الثقافية الحرفي هو مين نحن هو مين بنت جبال ومين بليدة ومين عيترون ومين عين إبل ومين كونين ومين لبنان ومين بيروت ومين برج حمود ومين طرابلس. هيدا الحرفي هو قصصنا حكاياتنا. لما تسافروا لوين ما كان بالعالم بتلاقوا بتروحوا على مدينة شارع الحدادين شارع الكذا إلى آخره. أصر المختار اليوم يطعمينا عم بعلن هلا اللحمة اليوم لأنه هيدي من تراث بنت جبال مش هيك؟ لاحظوا التراث قديه بيشدنا قديه بقلنا هيدي نحنا هيدا مين نحنا. طب هو كلهم بلا حماية. عم بقول هالمقدمة لأقول نحنا اللي هيدا عملناه هو حتما ثمرة هيدا الشغل بين اللجنة وبين الأمم المتحدة وبين جمعية نحن. ولكن هيدا مش من دون رؤية تنموية للبنان. رؤيتنا كرمال هيك نحن كجمعية نحن على الأقل قدمنا قانون لا يحمي هيدي الحرف وبلشنا نقوم بمبادرات بكل لبنان لتوسيع وأرشفة هيدي الحرف وأيضا لأكيد حمايتها القانونية بكل شيء ذكرته وأيضا تطويرها ونقلها للجيل الشاب. كرمال هيك هذا المعرض بيجي من خلال هيدي الرؤية والشغل والدورات كمان جاية من ضمن هيدي الرؤية منا عبثية ونشاط حلو. كل اللي اشتغلوا مهم يعرفوا انه نحن عم نسعى لأكثر من نعمل معرض ليصير في حماية ليصير انا لما اكون حرفي اكون انا فخر. هيدا بكون فخر انا مش بس عم بعمل صناعة وعم عيش انا بحمل هوية بلدي انا بحمل هوية منطقتي انا بحمل هوية وطني. اليوم نحن بنعتبر حطينا حجر الأساس بهذا المشروع وكانت تجربة رائعة ومشجعة إلنا كجمعية وأيضا أنا مؤكد للمشاركين والمدربين واللجنة والبلديات. نتمنى نبني عليها ونكمل فيها ما تخلص بنشاط لجمعية أو لا. بتمنى حتى البلديات أو الوزارات يعرفوا أهمية هذا الموضوع ويعرفوا قد ايه بتشغل العالم ويعرفوا أنه ما فينا نحرر الإنسان بلا ما يكون حر اقتصاديا ومحافظ على هويته وهيدي هويته. كرمال هيك هيدا كان لنا حجر الاساس. نتمنى اذا نتابع ومثل ما سمينا الحملة وقتها سميناها حرفتنا هويتنا هيدي الحرفة واليوم العمل بدل على هويتنا. نتمنى كلنا نتضامن لنحمي هويتنا نحمي انساننا ونرجع لبنان ان شاء الله مثل ما كنا لورا. نتمنى لقدام ان شاء الله نرجع لورا لنرجع نزدهر. بشكر الجميع بشكر المقدم ايضا ما شكرناه ايضا بشكرك كثير وان شاء الله تنبسطوا بالمعرض والى اللقاء بانشطه اخرى هيدا ما حيكون الاخير ان شاء الله. شكرا.